أحبائي إذاعة الحياة فام، أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مقدم البرنامج وجيه العلويني، نحب نحييكم ونحب نتمنى أن نقضي مع بعضنا ساعة اللي تكون فيها إفادة لكل المستمعين. كل المستمعين، كي نقول كل المستمعين يعني التلامذة، الطلبة، الأولياء، اللي بطبيعة يلوجوا على طريق، يتلوجوا على مسار لأبنائهم، الطريق نتاع النجاح. برنامجنا هو البحث عن قدوة، عن أسوة حسنة، عن ما نقول الشباب، شباب أو كهول يعني نجحوا في مسارهم العلمي، ونحاولوا أنه هالمثل الأعلى هذا، هالنموذج المثالي نقدموه للجمهور، الجمهور القيرواني، باش يلقاو أولادنا قدوة يتبعوها، وربما يتبعوها يوصلوا إلى أعلى المراتب العلمية. اخترنا أنه في برنامجنا هذا تكون المجالات هو المجالات العلمية، وفقط المجالات العلمية، يعني مش رياضة أو فن أو أي شيء آخر، المجال العلمي فقط. واخترنا أنه القدوة اللي نستضيفوها يكون من أبناء القيروان، يعني هذوما هذه الطريقة اللي بنستخدموها في برنامجنا هذا. وبالطبيعة هذا الكل نحن نبحث أنه صغارنا في القروان أنه يلقاو يعني مسار، يلقاو طريق حتى ينجحوا، تفيد التلامذة كما قلت، تفيد الطلبة، وتفيد خاصة الأولياء. من غير ما أطول عليكم، ضيفنا اليوم كبر في القروان، في أنهج القروان، في أزقة القروان، في مؤسسات القروان يعني اللي تعرفوها. وضيفنا اختصاصه مالية، وربما بأكثر دقة هو اختصاصه مالية المؤسسة. ما نطولش عليكم في تقديم الضيف، ولأنه ربما نعطي معلومة واحدة باش تعرفوا أهمية استضافتي الدكتور وليد صفار، هو أنه يشتغل اليوم أستاذ جامعي باحث في هونغ كونغ في المالية، في مالية المؤسسة. ونعطي معلومة واحدة، هو أن هونغ كونغ هي واحدة من أكبر 4 مراكز مالية في العالم، تعرفوا مع نيويورك، مع سنغافورة، مع لندن. هونغ كونغ تعتبر واحدة من أكبر المراكز المالية في العالم. ودكتورنا وليد صفار يعيش في هونغ كونغ، يقوم بالبحوث متاعه في هونغ كونغ، يأطر ويقوم بالعديد من البحوث والنشريات. ودكتور وليد، مرحبا بك. مرحبا دكتور وليد صفار، مرحبا بك في حياة اف ام. مرحبا بك سواجي، شكرا على الاستضافة، ان شاء الله نقدم الاضافة في مستمعين حياة اف ام. عادة اللي يوصل المرتبة علمية معينة تلقاه يعني هكا شوية يتواضع برشا، وهذا اكيد ديما نلاحظوه عند اللي يوصل الى مراتب علمية معينة. نطلب منك دكتور وليد انك تقدم نفسك للقراوة اللي ما يعرفوكش، وبرشا ما يعرفوكش اكيد. اكيد، بارك الله فيك سواجي. نعاود، اسمي صفار، معناتها المهنة نتاعي توا هي بروفيسور اون فينونس، يسمى استاذ جامعي في الفينونس مالية في هونغ كونغ بوليتكنيك يونيفرسيتي. توا عندي حكيت 11 سنة في هونغ كونغ. قبل ما مشيت لهونغ كونغ درست 3 سنين في الجامعة الأمريكية في بيروت، ودرست كذلك عندي فترة صغيرة قضيتها في أمريكا في جامعة University of Southern Indiana، ومتحصل على جائزة، مش جائزة، متحصل على دبلوم في الفينانس، PhD in Finance في HEC موريال 2009، ومتحصل على ماستر في MBA فينانس من جامعة لافال كندا، و 2001 متحصل على يعني ليسانس ولا تسمى بكالوريا في HEC كارتاج عام 2001، وبكالوريا 97. هذه يعني ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله دكتور وليد. نشكرك على تقديم نفسك بالطريقه هذه، هي طريقه يعني، ولكن احنا شان تو دكتور وليد عكسيه طريقه عكسيه. بربي سؤال على قبل ما نتعداول الجزء الثاني من برنامجنا، حاب نعرف في هونغ كونغ فكره هكا سريعه، ثم جاليه تونسيه، ثم قراوه في هونغ كونغ؟ والله ثم جاليه تونسيه قرابه بين 100 150 تونسي، قيروانيين ثم ما يقارب اقل من 10.
فما استاذ جامعي كذلك في جامعه اخرى في انجينيرا محمد الغذاوي من اصيل سيدي عمر بوحجله. سيدي عمر بوحجله ودرس كذلك درس في عقبه القيروان معهد عقبه وبعد مشى درس في كندا وبعد عنده برشا تو في هونغ كونغ. ان شاء الله تكون لنا فرصه ان نستضيفوه ان شاء الله. تشجع التوانسة انهم يمشيوا لهونغ كونغ انهم يلتحقوا بالجامعات في هونغ كونغ سواء للتدريس او للدراسة؟ والله يعني هي مش معروفة برشا في تونس هونغ كونغ، لكن بصراحة من يعني بالنسبة لي انا من اهم المراكز البحث ومراكز الدراسة هي هونغ كونغ بالاضافة لامريك دي نور. معناتها لو ممكن يعني التونسيين يبدلوا شويه الافكار نتاعهم، معناتها ديريكت نحن نمشيو فرنسا ولا كندا، نتصور لك كان يمشيو يشوفوا امريكا هونغ كونغ سنغافور. يعني فما بلدان اخرين كذلك مهمين في الدراسه وفي العمل كذلك، يعني مش دراسه بس، يعني دراسه وشغل عندهم يعني مراكز. يعني فما تقدم كبير في الاماكن هذوما، يعني نخرج شويه تقليدي ونمشيو نمشيو الاماكن هذيا. اكيد هو على كل حال هذايا جزء اول من برنامجنا اليوم. من بعد باش نحاولوا ان نتعرفوا عليك، كيفاش كبرت في القروان، وين قريت، شنو هي كانت انتاجك، باش نحاولوا نتعرفوا عليك باكثر تعمق يعني من بعد. ولكن توا نخليوك ترتاح شويه هكا وناخذ فصل غنائي. شكرا.